لما جت السنتين فيهم كورونا وكده ما كناش قادرين ان احنا نيجي، وكنا حضرناهم في البيت، وفعلا كانت حاجه مأساويه جدا. بعدين السنه دي فعلا بجد كانت فرحه رهيبه ان احنا ما كناش عارفين اصلا ان احنا نتصل بالكنيسه ونعرف هم بحجز ولا من غير حجز، او في السنه دي او ما فيش. بس لما جينا لقيناها مفتوحه كان طبعا الموضوع حلو جدا وبسطنا قوي. يعني الجمعه العظيمه بامانه من غير القديسه معانا ما بتبقاش كده، ملاش طعم شويه فاهمني. اما غيابنا الطويل عن الكنيسه والكلام ده، معلش يا فتره الكورونا بعيده شويه علينا، وهي اللي كانت مضايقانا شويه بعدين عن بيت ربنا. يتمنى ان يبقى في سلام في العالم والحرب تنتهي. بجد الحرب حاجه مأساويه جدا، واللي بيحصل في اوكرانيا وروسيا بجد موضوع محزن جدا. فان شاء الله الدنيا تتحسن والعالم كله يبقى بسلام.